بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم جديد لبرنامج الملعب، نرحب بكم في أول حلقاته، أهلا بكم. نعود لكم من جديد في هذا الموسم الذي بالتأكيد ابتدأ في رمضان بجولتين وعاد اليوم ليستكمل جولاته بالجولة الثالثة. نبدأ معكم هذا الموسم بتغييرات مختلفة في برنامج الملعب، تفاصيل أيضا جديدة نضيفها لكم من خلال هذا الموسم. نقدم لكم الشكر والتقدير على كل ما منحتمونا إياه من ثقة خلال المواسم الماضية أو خلال الموسمين الماضيين. نعود لكم، يسبقنا سيل من الأماني والرجاءات أن يكون هذا الموسم مختلفا على جميع المستويات. عدنا لكم من جديد بكل شوق وبكل حماس، عدنا لنواصل الاجتهاد في تقديم خدمة مميزة لكل مواطن سعودي مهتم بالرياضة. الملعب للموسم الثالث ينطلق بثوب جديد وبأفكار جديدة، ولكن الثوابت كما هي لا نزيح عنها مهما كلف الأمر. الملعب يعود ليعيش بينكم وينقلكم إلى حيث الحدث بالصوت والصورة بشعار نرفعه دائما. الملعب في كل مكان، في الأندية والملاعب، في المطارات والأسواق، في الشوارع والحارات، في الاستراحات والبيوت، في البر والبحر. وفي دولة كالقارة وصل البرنامج إلى حيث تلعب الكرة في كل مناطق المملكة ومدنها، بل إنه تجاوز الحدود حتى وصل إلى قارة أمريكا وأوروبا. وأما الدول العربية فنكاد نجزم بأنه لا يوجد دولة عربية إلا وكان لكاميرا الملعب فيها حضور. وإننا إذ نذكر ما سبق لا نذكره للتسويق أو التظاهر، وإنما لنؤكد بأننا نبذل جهدا كبيرا لنستحق احترامكم وتقديركم الذي منحتمونا إياه منذ انطلاقة البرنامج. وإننا إذ نبدأ موسمنا فإن أمواجا من الأمان والرجاءات تسبقنا بأن يكون موسم بياضه أكثر من سواده وأفراحه أكثر من أتراحه وإنجازاته أكثر من إخفاقاته. وكل عام وأنتم بخير. بالتأكيد هذا ما نتمنى خلال هذا الموسم الذي بالتأكيد ابتدأ في رمضان واستكملت جولاته اليوم بعد عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. أرحب قبل البداية في هذا اليوم بضيفي الكريمين في الاستوديو، مدير الإعلام والعلاقات العامة في رابطة دوري المحترفين، وقبل ذلك بالتأكيد الإعلامي الرياضي المعروف الأستاذ أحمد المصابيح. مساء الخير وتركي. حياك أستاذ عادل، وكل عام وأنتم بخير لكل المشاهدين، وأتمنى إن شاء الله تكون إطلالتنا أو يعني استئناف البرنامج إن شاء الله إطلالة جميلة. بالتأكيد نتمنى ذلك. أيضا نرحب اليوم بالضيف الذي ربما يظهر للمرة الأولى فضائيا، الأستاذ أحمد العقيل، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أخوي عادل، ونرحب بكم بالأخوان المشاهدين، ونبارك لكم اللوك الجديد للبرنامج، وإن شاء الله بداية موفقة الموسم الجديد. حتى أحمد طالب لك جديد اليوم، إيش رأيك؟ ما غل عيد بدينا الحين عيد إيه، لا خذ راحتك. طيب واضح حتى الشماغ يعني إيه. ملابس العيد لا من العصر أنا لابس. حياكم الله جميعا. نرحب بسادة المشاهدين في هذه الحلقة الأولى من برنامج الملعب التي تنطلق اليوم مع بداية الجولات دوري زيب بعد توقف لعيد الفطر المبارك. بالتأكيد هي البداية الأولى، نتمنى إن شاء الله أن تكون أيضا الأيام القادمة مليئة بالأشياء المختلفة التي سنقدمها إن شاء الله من خلال برنامج الملعب. البداية مع العناوين. حكم يرسل لاعبا إلى الحلاق قبل المباراة. الملعب يقضي يوم العيد مع هوساوي في بلجيكا.
قمة الرياض اتحادية وجمهور النصر يصفق للخسارة. بعد البداية المتعثرة في الدوري نصف درزن عيدية هلالية للجماهير. الاتفاق والرائد يسجلان أول انتصار. الفتح يرفض الخسارة الأولى في الدقيقة الأخيرة ويحل وصيفا. الشباب والأهلي كلاسيكو جديد بحسابات مختلفة. رودوم يتحدى بكاماتشو ويؤكد أفضل الجماهير القليلة.